السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنسوش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن فيديو متداول للفنان محمد، وهو منفعل جدا 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 وفي منتهى الزعل والعصبية، ويعني جايب من قلبه قوي علشان الناس اللي انتقدته، وبيوضح لهم انه هو جزائري وبيحب الجزائر 100% ومفيش شك في ده، وهو لا يقبل التشكيك في ذلك. دراري طيح علي بالهضرة، ولا واحد في كومنتي في كومنتار مش مليح، ولا سب لي الوالدة ما نقبلهاش. قلت لكم نعاودكم، انا ما زغرتش للرئيس تاع فرنسا، وما زدتش ضربو تاع فرنسا، وعمري ما زدت برافو من غير ضربو تاع الجزائر، على خاطر راني جزائري. يا بنتمنى صلاح الاحوال للجميع يا رب العالمين، وربنا يوفقنا جميعا اللهم امين. شوف حضراتكم على الف خير يا رب، فيديو جديد وخبر جديد، ربنا يوفقنا جميعا يا رب، ويصلح لنا حالنا ويهدي لنا الاحوال يا رب العالمين. السلام عليكم.